من أحد الجرائم اللي قام فيها النصيري وطائفته بشار، من الجرائم اللي هي تتصف بالحقد. يعني في عندك جرائم ومجازر قام فيها بقصف معين أو كذا، بس في منا جرائم تتصف بالحقد، وهذا الحقد هو اللي كان محرك بالنسبة لهؤلاء النصيرية بقتل الشعب السوري المسلم. عنا بجبال اللاذقية لما قامت الثورة، لجأ الناس إلى اللي كانوا يطلبوا من المدينة إلى جبال اللاذقية، فهون تحولت ميليشيا بشار الأسد إلى نوع من أنواع التدمير والتخريب. خلوني استفيد من بنقطة معينة، وأتمنى هذا الفيديو يتم نشره لأنه جدا مهم. أنواع المعارك في سوريا تنقسم إلى ثلاث أنواع: حرب مدن اللي شفناها بحمص، شفناها بحلب، حرب سهول اللي شفناها بدير الزور، اللي شفناها بدرعا مثالا، اللي شفناها بأرياف حلب، وحرب مراصد اللي هي موجودة في جبال اللاذقية. هذه الميليشيا قامت باعتلاء قمم الجبال كعادتها، يعني هن عندهم العادة القديمة، كانوا لما يؤذوا المسلمين يطلعوا إلى قمم الجبال. فالآن راحوا طلعوا، طلع الجيش على قمم الجبال وقعد فيهم. بقمم الجبال جاب جميع أنواع المدفعية، من ميدان، من قذاف، من فوزديكا، من دبابات، من راجمات. فهون لما كان يحكم السيطرة على جبل معين، كان هذا الجبل يكشف على 10 قريات أو 15 قرية أو أكثر من ذلك. فكان هناك مراصد معروفة مثل برج القصب، مثل النوبة، مثل تلة، مثل مباتة، مثل بارودة، مثل النبي يونس، مثل كتف صهيون، مثل برج الديموس مثلا، نقاط كثيرة، مثل الجبل 45، مثل قمة النسر، مثل جبل زاهية. كل هذه عززها بهذه القطاع العسكرية، وكان دائما يعمل عملية إشغال، ودائما يرمي هاي المناطق المدنية فيقتل فيها ويعطل الحياة، موضوع أذية. ولكن كان أحقر وأقذر مرصد هو برج القصب في سنة 2012. هذا المرصد كان يوجد فيه دبابة T-52 و-T-62. الدليل أنه سلاح هذا الخنزير النصيري هو مسلط على رقاب الشعب السوري، هذا السلاح لا يستطيع أن يقاوم جيش مقابل جيش، لأنه T-52 و-T-62 كانت من أيام الحرب العالمية الثانية، فهي ما أنا قادرة أنه تجاري السلاح المتطور. ولكن هذا الخنزير كان عارف أنه هذا السلاح لن يستخدم إلا لقتل الشعب السوري الأعزل، لذلك كانت هذه الدبابة قاعدة بمكان معين بس من أجل الرمايات. ومعروف في العلم العسكري أنه الدبابة يجب أن تظل متحركة، لأنه هي هدف سهل لما تكون ثابتة لصواريخ مثل الكونكورس، مثل التاو، مباشرة بدمرها، لذلك لازم تكون هي دائما متحركة. إلا عنا كان يحط الدبابة أشهر من الزمن طويلة، ما عنده أي تهديد، لأنه إحنا شعب ما عنا سلاح، وحرم عنا السلاح، وقتلت مقاتلات كبيرة جدا حتى عطونا بعض الكونكورس أو بعض التاو اللي هو من الجيل الأول، يعني تخيلوا من سبعينات القرن الماضي. فالدبابة اللي موجودة ببرج القصب كانت عبارة عن قناص، لأنه قاعدة مداها يصل إلى 4 كيلومتر، فكان يختار السيارات المدنية فقط، يعني هو مجرد ما يشوف سيارة مدنية وبيضربها. مثلا سيارة ماتيز كان فيها 4-5 نساء مع الشوفير، ضل ملاحقها لحتى حرق السيارة بمن فيها قبل القساطل اللي بيعرف هذه المناطق. مثلا كان في سيارة إكسبريس قادمة من حلب إلى اللاذقية، فحاول يهرب فضرب السيارة الإكسبريس، قتل السائق، المعاون ظل موجود، المعاون فتح الباب وهرب إلى غرفة، فضرب الغرفة وهد فوق رأسه. طبعا هذه الجثث كلها ما استطاع حدا يسحبها إلا بعد ما تم تحرير برج القصب بتاريخ
3/9/2012. احد المجازر اللي عمله هذا الخنزير النصيري على هاي الدبابة في قرية اسمها وادي الشيخان، هي مطلة على برج القصب، خط نظر كان يوجد البعد حوالي 3 كيلومتر. تخيلوا انه هو رصد موتور عليه 2 مدنية رايحين يجيبوا خبز، فلما ضربوا للموتور بقذيفة فراغية الموتور اختفى والشابين اختفوا. شاب منهم ما رح اذكر الكنية اسمه زياد كان متدلي على خط توتر عالي، فكان جزء من العمود الفقري واللحم بظهره رايح وهو يتدلى، فصاير طول زياد حوالي 4 متر متدلي هيك بهذه الطريقة إلى الأسفل. الشاب الثاني اللي معه عرفوا أنه قتل أيضا معه لأنه شافوا أجره من الفخذ، أما الجسة ما بينت، يعني دوروا عليه كتير ما شافوا الجسة الثانية. لا بعد حوالي 6 شهور كان جاي فصل الشتاء وهذه القرية جدا خضارة كثيف، فطلعت القذيفة من الضغط إلى راميته حوالي 100 متر ونازل بوادي ومهدى على تينة برية، باقي الهيكل العظمي فقط. بعد 6 شهور لاستطاع أهله أنه يشوف الجثة ويدفنوا. هذا النظام القذر النصيري الكاره للمسلمين، أحد الجرائم اللي له أنه بعد تحرير أحد الأبراج بيكون موضع مدفع، بيقولوا له هن بالعسكري بيقولوا له مدفع قذاف عيار 120، هذا مرن جدا بالحركة وإصاباته دقيقة. تخيل أنه الخنزير اللي كان يرمي عليه كان رابط عن التاش اللي هو الصاعق اللي بيضرب الصاعق، حبل طوله شيء 8 متر للخيمة اللي له، الكرسي لتر العرق، وحواليه في أكثر من 2000-3000 الراغية، فكان يلقم المدفع ويروح يقعد بالخيمة، ولعيونك يا علي ولعيونك يا مدري مين ولعيونك يا أبو فلان ولعيونك يا أبو فلان. كانت دعاميات المدفع اللي هي اللي بتسند المدفع غارزة بالأرض أكثر من متر، أكثر من متر. تخيل أنه هن حاطين هذه المدفعية لسنوات كانوا عم يرموا فيها هذه المناطق المدنية، وما استطاع الشعب السوري أنه يقضي على هؤلاء لأنه محرومين من أي وسائل للدفاع عن نفسه. الثورة السورية ثورة عظيمة لن ينتج التاريخ لا القديم ولا الحديث مثل ثورة مواظبة على النصر، ودليل على ذلك أنه سننتصر. وللي مثلنا ضلوا بخير.